تفضل سيدي النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على جوابكم. ورغم أن السؤال يتحدث عن اتحاد المغرب العربي، ولكن لا يمكن أن نمر دون ترحم على شهداء الحرية وشهداء الشرعية بمصر الشقيقة التي نتمنى لها ولهذا الشعب العظيم كل نجاح والتوفيق وأن يخرج من هذه المحنة بسلام. فيما يتعلق بموضوع السؤال، احنا في حق طرحنا هذا السؤال سيدي الوزير باش نعرفوا هل هناك تغير بالنسبة أو تحول بالنسبة للسياسة الخارجية لبلادنا، باعتبار كما جاء في السؤال أن هناك دول عاشت تطورات ديمقراطية بعد الربيع العربي التي عاشته تونس والتي عاشته ليبيا. ونقول أن هذه التطورات نريد أن نراها على مستوى العلاقات بين هاته البلدان. هل هناك اليوم دبلوماسية متحركة قوية فيما يتعلق بتفعيل آليات اتحاد المغرب العربي؟ إذا أردنا أن نعطي أمثلة، فاليوم عندنا حوار 5+5 يعتبر مهم جدا، فهل هناك تنسيق في المواقف قبل اجتماع المجموعة 5+5 التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة للمنطقة اللي كنعيشوها؟ على مستوى التبادل التجاري، أسئلة كتطرح حول حجم المبادلات اللي هي كما تعلم السيد الوزير هي متواضعة وضعيفة مع مجموعة من الدول، هل هناك نية لرفع هذه المستوى ديال التبادل التجاري؟ ثالثا، على مستوى القضية الوطنية، تعلمون السيد الوزير أن الجزائر نشيطة جدا على مستوى الدبلوماسية وعلى مستوى سفرائها بهذه الدول، علما بأن دولة مثل ليبيا مثلا سواء بالنسبة للتيار الذي الآن يقود الحكومة تيار التحالف الديمقراطي أو حزب العدالة والبناء، كل هذه التيارات تؤيد بشكل قوي القضية الوطنية ديال المغرب. على مستوى تونس نفس الشيء، هناك يعني الترويكة الحاكمة الآن لها دعم واضح جدا للقضية الوطنية، ولكن على مستوى السفارات نجد أن هناك نشاط كبير جدا لسفارة الجزائر، وهناك تحرك وتململ في اتجاه حلحلة موقف هذه الدول من هذه القضية. طبعا الأمور لا زالت في بدايتها، ولهذا نحن نعتبر أنه لا بد من التنبيه حتى لا يقع في يوم لا قدر الله يعني إشكال فيما يتعلق بهذه القضية. نعتبر أنه الدبلوماسية المغربية يجب أن تتحرك أكثر على مستوى القضية الوطنية فيما يتعلق بالمغرب العربي. كذلك على مستوى اجتماع اللجان الثنائية، نتمنى أن تكون الوثيرة أكثر السيد الوزير مما هي عليه الآن، وشكرا.